حب الذات هو أول شيء بيبدأ من الطفولة، من البيت، من قد إيه أهلاتنا بيعودونا إنه نحنا نحب حالنا. هلأ مع الأيام كل بيئة بتلعب دور على كل إنسان كيف يقدر يطور حاله، كيف يقدر يحب حاله. So basically البيئة أهم شيء وقت الشغلة بدها تجي للسلف لوف. الأهل بيلعبوا دور كيف يأسسوا الولد ليبنى ويصير عنده حب الذات. شو هو حب الذات إجمالا؟ كيف منعمم شو اسمه حب ذات؟ حب ذات هي أول شيء وقت نحن نعرف قيمة حالنا، هاي أول شغلة. تاني شغلة نعرف شو بدنا وشو ما بدنا. قدي أمرار العالم يقولوا لك أنا بدي هيك وبدي هيك وبدي هيك وبدي هيك، بس ما بنعرف كيف نبلش، ما بنعرف شو بنعمل. هيدا كله بيرجع لتأثير حب الذات. شغلة تالتي، شغلة أنا كتير بحب ركز عليها، بحب الذات نحنا بس نحب حالنا، مش بس بنعرف نختار، مش بس بنعرف نحنا مع أي سوسايتي، يعني مع أي بيئة نمشي فيها، المجتمع اللي نحنا بدنا نكون فيه، نحنا كمان بس نحب حالنا، نوصل للهدف اللي نحنا بدنا نوصل فيه.